موجز الأخبار المحلية مع زينة كرم على الشرق الأوسط 1450 AM. مايكل أبلبوم يعلن عن استقالته من رئاسة البلدية في مونتريال وحكومة مروة ترحب بالقرار. من سيتسلم زمام الأمور في مونتريال بانتظار الانتخابات المقبلة؟ الإضراب مستمر في قطاع البناء لليوم الثالث. صباح الخير. غداة اعتقاله على يد عناصر الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد، أعلن أمس الثلاثاء مايكل أبلبوم عن استقالته من منصبه كرئيس للبلدية في مونتريال. وفي كلمة مقتضبة ألقاها أمام وسائل الإعلام، أكد الرجل الذي تسلم رئاسة البلدية على مدى 7 أشهر خلفا لجيرالد ترامبلي أنه ليس بإمكانه التعليق لا على الاتهامات بحقه ولا على الشائعات، إنما وعد بالمقابل بالدفاع عن براءته، مشددا على أن الاستقالة هي القرار الصائب الذي يصب لصالح الجميع. وأشار أبلبوم إلى أن الادعاءات بحقه لا أساس لها من الصحة، وبأنه مصر على براءته، مؤكدا أنه لم يحصل على أي فلس من أحد. وختم المتحدث كلمته المقتضبة قائلا إنه على يقين أن عمله كان دائما لصالح المواطنين المقيمين في مونتريال، وبأنه سيركز جهوده للدفاع عن نفسه. تعليقا على النبأ، رحب وزير الشؤون البلدية في كيبك سيلفان غودرو والوزير المسؤول عن منطقة مونتريال جان فرانسوا ليزي بقرار أبلبوم، حيث اعتبر غودرو أن هذا أفضل قرار كان بإمكان أبلبوم اتخاذه، واصفا القرار بأنه يتسم بالحكمة. ورأى الوزير أنه على عاتق المجلس البلدي الآن أن يتحرك سريعا لتعيين رئيس بلدية مرحلي، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى عدة أسابيع قبل إطلاق الانتخابات البلدية في 18 أيلول سبتمبر المقبل، والتي ستستتبعها عملية الاقتراع في 23 نوفمبر 2013. وشدد الوزيران غودرو وليزي على ضرورة اختيار رئيس بلدية غير عازم على الترشح في الانتخابات، ليركز جهوده على مستقبل البلدية وإنعاشها، وليعمل على تنسيق الأعمال والإشراف عليها. هذا ولم ترى الحكومة أي ضرورة لتعيين مرافق أو مستشار خاص من قبلها في البلدية، إنما لم تقفل الباب أمام هذا الطرح بحال تقدمت البلدية بطلب مماثل. في أعقاب استقالة رئيس البلدية في مونتريال مايكل أبلبوم وبغية تسريع عملية تعيين رئيس بلدية جديد بالنيابة، علق مجلس البلدية أعماله على أن تستأنف لاحقا، وعلى مدى 3 أيام سيتم طرح الترشيحات لخلافة أبلبوم، ومن المرتقب أن تعقد جلسة خاصة لمجلس البلدية يوم الجمعة المقبل لاختيار البديل. من جهتها، أكدت زعيمة فيزيون مونتريال لويز أريل أنه من البديهي عدم اختيار مرشح من أعضاء حزب أونيون مونتريال، كما يجب استبعاد كل مسؤول قامت الوحدة الدائمة بزيارة مكاتبه. بالمقابل، شدد زعيم حزب بروجي مونتريال ريشار بيرجرون على ضرورة اختيار مرشح مرحلي بهدف إعادة الهدوء إلى بلدية مونتريال دون أن يكون له طموحات سياسية. وفور الإعلان عن استقالة أبلبوم، بدأت أسماء المرشحين تظهر بوضوح، حيث أعلن عن ترشح فرانسوا كروتو رئيس دائرة روزمون لابتيت باتري، والذي يحظى بدعم حزب بروجي مونتريال، في حين أن حزب فيزيون مونتريال أيد لوران بلانشار رئيس الهيئة التنفيذية في البلدية. أما فريق دوني كودير فقد دعم إيلين فوتوبولوس الرئيسة السابقة لدائرة بلاتو مونتريال والعضو في الهيئة التنفيذية في مونتريال. كما طرح اسم ألان دي سوزا الذي يحظى بتأييد عدد من الأعضاء السابقين في حزب أونيون مونتريال، إنما دي سوزا غير مرغوب به نظرا لمداهمة الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد لبعض المكاتب في دائرته. كما طرح أيضا اسم هاروت شيتيليان العضو المستقل في البلدية. نشير إلى أن فترة طرح أسماء المرشحين تبدأ رسميا اليوم عند 8:30 صباحا، وتنتهي يوم الجمعة عند 4:30 من بعد الظهر.
لم يفضي لقاء نقابات العمال في قطاع البناء المضربين عن العمل لمدة غير محدودة ولقاء جمعية البناء في كيبك بالوسيط في القطاع المؤسساتي والتجاري إلى حل للإشكال القائم بين الطرفين، فقد التقى الطرفان بالموفق جوليان بيرون، إنما لم يتم تحديد في أعقاب اللقاءين عن أي تاريخ محدد ورسمي لاستئناف المفاوضات، علما أن الجهتين ملزمتان بالتوافق، لا سيما وأن وزيرة العمل أنياس مالتي صرحت أنها تستبعد اللجوء إلى قانون خاص لوضع حد للنزاع، وقرار اللجوء إلى طرف ثالث للتدخل بمحاولة لتقريب وجهات النظر أتى من الوزيرة مالتي نفسها. في هذه الأثناء ارتفعت حدة المواجهات على الأرض في عدد من ورش العمل بين ممثلي النقابات والعمال الذين توجهوا إلى العمل على الرغم من الأوامر التي أصدرها تحالف النقابات. نعيد التذكير أن المفاوضات انقطعت بين الطرفين منذ يوم السبت الماضي بين أرباب العمل من جهة والتحالف النقابي الذي يمثل العمال في قطاع البناء السكني والمؤسسات والتجاري من جهة أخرى. وفي سياق متصل، دعا زعيم الحزب الليبرالي في كيبك فيليب كويار الحكومة إلى تعيين وسيط خاص لتسريع التوصل إلى اتفاق، مشددا على ضرورة تحديد تاريخ لإيجاد حل، وعندها على عاتق حكومة مروى استدعاء النواب إلى جلسة استثنائية طارئة لدراسة مشروع قانون خاص يضع حد للإضراب بحال لم يتم التوصل إلى حل بحلول التاريخ المحدد. أعلنت حكومة بولين مروى عن خطة جديدة لتوفير الأموال من خلال تسليط الأضواء على تدخل الحكومة الفيدرالية في صلاحيات مقاطعة كيبك، وذلك جراء تقديم الخدمات نفسها بشكل مضاعف. وأشار الوزير المسؤول عن العلاقات بين الحكومات ألكسندر كلوتي إلى أن الحكومة قد استدعت 4 خبراء في مجال الشؤون البلدية كما في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، والذين ستوكل إليهم مهمة مراجعة كل الخدمات المزدوجة في إطار هذه القطاعات والتي تعتبر من صلاحيات الحكومة في كيبك، وذلك منذ عام 2000. ومن المرتقب أن ترفع اللجنة التقرير في كانون الثاني جانفيه المقبل. تبلغ تكلفة إنشاء اللجنة المذكورة $500,000، ويرى البعض في هذه المبادرة محاولة من قبل حكومة مروى لإثبات أن انفصال المقاطعة عن كندا قد يعود بالنفع على المكلفين. لابد من الإشارة أيضا إلى أن أحد مستشار رئيسة الوزراء بولين مروى، ونعني بذلك ستيفان غوبيل، سبق وأشار في كتاب له يحمل اسم Gouvernement de Trop أن المقاطعة ستتمكن من توفير مبلغ 7.5 مليار دولار بحال انفصلت عن كندا. كما نشير أيضا إلى إمكانية استخدام التقرير من قبل الحزب الكيبكي خلال الانتخابات المقبلة. اعترف المدير العام السابق في بلدية لافال كلود أسلان أمام لجنة شاربونو أنه رضخ لأوامر رئيس البلدية السابق جيل فايانكور عندما طلب منه في منتصف التسعينيات التلاعب في إحدى المناقصات بشأن عقد للأشغال العامة تخطت قيمته $100,000 بغية ترجيح الكفة لصالح أحد المقاولين. نعيد التذكير أن كلود أسلان أوقف مؤخرا على يد عناصر الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد، وهو متهم بالاحتيال واللجوء إلى أعمال جرمية. واعترف الشاهد أمام لجنة شاربونو بأنه كان على يقين بأن ما اقترفته يداه كان مخالفا للقوانين، وبأنه لم يعمد إلى التبليغ عن المخالفات التي كان شاهدا عليها لأن ذلك ليس في طبيعته. وشدد أسلا على أنه لم يكن هناك مجالا للاعتراض على كيفية العمل في بلدية لافال، لأن جيل فايانكور كان الآمر الناهي الذي لا صلاحية لأحد في انتقاده أو الوقوف في وجهه. كما عاد أمس إلى منصة الشهود كاتب العدل السابق جان غوتي لاستكمال شهادته، والذي نفى ما ورد على لسان عدد من الشهود من ادعاءات بحقه، مشددا على أنها عارية عن الصحة وبأن تلك الادعاءات ليست سوى محاولات لإلقاء اللوم عليه وتبديد الشبهات التي تحوم حول الشهود السابقين. وعاد غوتي ليؤكد مجددا أنه كان مجرد همزة وصل ليس إلا بين شركات الاستشارات الهندسية وحزب برو دي لافالوا، وأقسم هذه المرة على رأس أحفاده أنه لم يحصل على أي شيء بالمقابل.
تعتزم الحكومة في كبك إيجاد حل طويل الأمد للرعاية من هايتي والمقيمين حاليا في المقاطعة، وإلى جانب طرح فكرة تمديد قرار تعليق ترحيل الرعاية إلى هايتي على الحكومة الفيدرالية، ترغب حكومة بولين مروا في أن تعمد أوتاوا إلى إرساء سياسة تسمح بتسوية أوضاع أولئك الأشخاص، مع التذكير أن كندا علقت ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى هايتي عام 2004 وسمحت لهم بالبقاء في البلاد إلى حين استقرار الوضع في هايتي. غيب الموت المدير العام السابق للانتخابات في كيبيك بيير إف كوتي عن عمر ناهز 85 عاما، وأكد النبأ المدير العام الحالي للانتخابات في كيبيك جاك دروا. نعيد التذكير أن كوتي هو أول من شغل هذا المنصب العصبي في إطار تحديث الأعراف الانتخابية عام 1978 ولغاية عام 1997. ولد كوتي في مدينة كيبيك عام 1927، تخصص في الحقوق وبدأ عمله في المعترك السياسي إلى جانب بول جيران لاجوا في الستينيات، ومن ثم تسلم إدارة مكتب روني ليفيك الذي كان وزيرا عن الحزب الليبرالي للموارد الطبيعية. منحت مؤسسة سانتراد أكثر من 46 مليون ونصف المليون دولار إلى 369 منظمة في منطقة موريال تعنى بشؤون الفقراء والمشردين. وكشفت رئيسة سانتراد أنه في موريال الكبرى نجد قرابة شخص واحد من أصل خمسة يعيش دون خط الفقر، وبأن الوضع في أوساط فئة الشباب والأسر يدعو للقلق. ومن خلال إرساء حلول مستدامة فإن المنظمات الخيرية تكسر حلقة الفقر، وبأنها تمثل خشبة الخلاص لقرابة 500 ألف شخص في عداد المستضعفين في المجتمع. أخيرا، أعلنت الشرطة في موريال أنها ستعمد إلى تحرير عدد أقل من المخالفات لقانون السير بحق ركاب الدراجات الهوائية. وأكد المسؤول عن النقل في اللجنة التنفيذية في بلدية موريال ريال مينار أن الشرطة ستعمد إلى تلطيف عملياتها التي تطال ركاب الدراجات الهوائية. وأتت تلك التصريحات في أعقاب لقاء جمع ممثلين عن الشرطة وعن مؤسسة فيلو كيبيك وممثلين عن البلدية للتباحث حول ما أثير مؤخرا من جدل حول عمليات عناصر الشرطة المبالغ بها على ما يبدو. وأكدت من جهتها الشرطة أنها كثفت المراقبة بعد أن قضى ثلاثة ركاب للدراجات الهوائية هذا العام على الطرقات، وستركز الشرطة جهودها من الآن فصاعدا على ركاب الدراجات الهوائية الذين يعبرون الطريق عند الإشارة الضوئية الحمراء. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.